السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في درب ملهم جديد من دروب. أثناء تعارفنا إلى القبائل مررنا بدربين، درب كانت فيه القبائل لا تزال حية عن طريق أجيال تلو أجيال تحمل اسم وعادات القبيلة، ودرب آخر كادت فيه القبيلة أن تضمحل وساعد على بقاء اسمها الآثار والأساطير التي تروى. حياكم الله في دربنا الملهم اليوم، تعالوا معي. وين جايبين يعني؟ كله نحل، نحل في كل مكان ما شاء الله. المهم سمعنا ورأينا وتعرفنا على الذهب الإسباني المفقود في بيرو، الذهب الروسي المفقود في تترستان، وفي بولندا سمعنا عن ذهب مفقود من بيرو. لا، وفوق هذا كله في شبح داخل القصر اللي فيه الذهب كما يؤمن. نحن في قلعة اسمها قلعة نيجيتسا هنا في جنوب بولندا. سبب زيارتنا لهذا المكان هو أولا أن هي طبعا فيها قصة وأسطورة جدا جميلة، ويخبرونا أهالي المنطقة عن أن كيف هم يفتخرون كثيرا بهذه القلعة لأسباب كثيرة. أولا هي كانت لكثير من القبائل الموجودة في هذه المنطقة، خدمت كثير من المملكات اللي كانت موجودة أيضا في جنوب بولندا، ولكن في قصة أيضا مثيرة ورائعة جدا أن يعني تستحق أن الواحد يتأمل ويتكلم فيها. على حسب كلام الأهالي في المنطقة في شبح في هذا المكان. شو قصة الشبح هذا؟ أولا هي يعني امرأة تسكن في هذا المكان وتحاول أن تردع أي شخص يحاول أن يتقرب من الكنز المدفون في هذا المكان. طيب شو القصة يا علي؟ القصة باختصار تقول كالتالي: كان في مكتشف اسمه سباستيان وهو من بولندا، كان يبحث عن استثمار حتى أن يقوم بتمويل يعني بزنس كان خاص فيه، ويبحث عن حد يمول له إياه. فقام مسافر أنحاء العالم إلى أن وصل فجأة في بيرو. تخيلوا، من بولندا في أوروبا في القرن السابع عشر وصل فجأة وين؟ وصل في بيرو. يوم كان هناك قابل الحضارة اللي نحن إذا تحيدوه في حلقة بيرو تكلمنا عنها، اللي حضارة الإنكا. فقابل حضارة الإنكا هناك وتعرف على امرأة يقال بأنها كانت أميرة ومو معروف اسمها بشكل واضح، وتزوجها. لما استقر في بيرو هناك طبعا خلف وياب بنت. البنت هذه أصبحت طبعا أميرة من حضارة الإنكا، وأصبحوا طبعا أغنياء، واستقر فترة إلى أن بدأت المشاكل والاضطرابات السياسية في بيرو، خاصة بعد دخول طبعا إسبانيا إلى هذه المنطقة. فطبعا صارت في مشاكل لأن أهالي الإنكا بدأوا ينقرضوا شيئا فشيئا، كثير من الحروب مع الإسبان، وبعض منهم خاصة الأثرياء أخذوا كل ما لديهم من كنوز وخاصة الذهب وغيره ورحلوا من بيرو. وتخيلوا رجعوا إلى بولندا أرض سباستيان. لما وصلوا إلى هذا المكان
الإسبان ما خلوهم في حالهم. ليش؟ الإسبان عرفوا كثيراً آنذاك بأنهم دائماً يبحثون عن الكنوز. سمعنا عن الدرادو اللي كان طبعاً في بيرو وغيره، كثير من الكنوز في العالم أيضاً فيها كثير لينك نوعاً من رابط مع الإسبان. ولكن نحن في بولندا الآن، ما الذي حدث؟ اللي حدث كالتالي: الإسبان لحقوا بسباستيان وزوجته وبنته في هذا المكان اللي هم اتخذوه كمقر لهم. وللأسف في يوم من الأيام سباستيان كان خارج القصر أو القلعة، وأتوا يعني مجموعة من الأشرار وقاموا بقتل زوجته وبنته. والشبح اللي موجود في هذا المكان اليوم هي ابنته اللي تحاول دائما أن تحمي الكنز. أول تجربة لي في دروب أن نكون يعني في قلعة وقصر حقيقي، ملامحة قريبة جدا من هذه الأفلام اللي كنا نشوفها، وأمم بس تبقى الآثار هذه يعني كملمح مهم يصف تلك الفترة والحقبة وعظمة تلك الحضارات اللي كانت موجودة في السابق. وبحد ذلك هذا الأمر في شيء جدا إيجابي لو الإنسان يعني رأى فيه شيء يتأمل منه. فتعرفوا ومن أسطورة الشبح إلى قصص أخرى، أردنا هذه المرة أن نتعمق أكثر للتعرف على حضارة القبائل التي أسست ما يعرف اليوم ببولندا. قبيل الحرب العالمية الثانية كان في مجموعة من الأطفال يلعبون في هذا المكان ذاته، وفجأة تفاجؤون بأن في حفرة وفيها بعض الحفر، فدخلوا ومنهم من تعرقل قليلا وشافوا بعض التحف القديمة. فبعد ما اكتشفوا هذه الآثار والأثريات القديمة قاموا بأخذها لمعلمتهم في المدرسة، وقالوا للمدرسة: نحن وجدنا هذا مكان في هذه المنطقة. فقالت: خلني نفحصه ونشوفه يعني يرجع لكم التاريخ. وشوية شوية تفاجأوا أنه يرجع إلى زمن قديم جداً، أنه فعلاً مقتنيات قديمة. فجأة درستها بعض المختبرات وجدوا أنها ترجع إلى مئات، فجأة إلى آلاف السنين. فجأة اكتشفوا بعد ما اكتشفوا المكان تماماً أن هذا المكان كانت فيه حضارة، وحضارة عظيمة أساسها كان قبائل أتت إلى هذا المكان واستقرت فيه. أعتقد أن هذا الدرب يستحق منا أن نتعرف عليه أكثر. تعالوا معي. كان في ثلاث أخوة مع بعض طول الوقت، وكل واحد منهم عنده عائلته، لدرجة أنه وصلوا لمرحلة أن كل واحد فيهم عنده عشيرة خاصة فيه. يوم من الأيام وهم يعني راحلين من مكان إلى منطقة، وأثناء طبعا ترحالهم كانوا يبحثون عن الماء وعن المأكل، وصلوا إلى مكان وكان فيه غزلان كثير. هذا القطيع بدأ بالانقسام، قسم منه راح للشمال، وقسم منه راح للجنوب، وقسم منه راح للشرق. اللي صار أن الأخوة الثلاثة قرروا أنهم يلحقوا هذه القطعان الثلاثة، بمعنى الأول يذهب إلى الشمال، والثاني يذهب إلى اليمين الشرق، والثالث يذهب إلى الجنوب. من هؤلاء الأخوة؟ الأخ الذي ذهب إلى الشرق كان اسمه روس، وبذلك سميت المنطقة اللي هو فيها بروسيا. والأخ الذي ذهب إلى الجنوب كان اسمه تشخ، وجخ سميت المنطقة باسمه وأصبحت تشيكوسلوفاكيا اللي اليوم هي تسمى بجمهورية الشيك. أما الأخ الثالث اللي ذهب للشمال كان اسمه لخ، وأصبحت المنطقة تسمى بعد ذلك ببولندا، حيث أن كلمة لخ كانت هي اللغة واللهجة الدارجة في ذلك الوقت.
So how did it start? How did they actually choose this place and why and where did they come from? Oh, well, it's easy to say they come from south part of Europe. It's now it's Pannonia. It's middle of Europe near the Dunai, the river now is Hungary. Uh-huh. And they coming from the south of Europe and they bring a lot new things unknown in territory of Poland. كثير منا يظن بأن القبائل هي قبائل ثابتة في مكان واحد ولا ترحل، ولكن حقيقة الأمر أن أغلب الحضارات قد تأسست على أيادي قبائل، هي القبائل التي ذهبت إلى مكان واستقرت فيه واستطاعت أن تحتضن الطبيعة حتى تبني من خلاله أساليب حياة تتعايش معها لنفسها وللأجيال القادمة. Now I make the tools. First step, we should get some access like that. Yes. Okay. After that, we put the stone and polish. Okay. Polishing many hours, yes. Yeah. About maybe 2 days or wow. 2 months, yes. Just to it's depends how it's yes. Okay. If we do it like by hand, yes. It could take about 2 months, yes. Okay. But if we use some kind of tools. Yes, yes. Yes. We can some kind of tools which lying there. Mm-hmm. It's look like the piece of wood. Yes. With the holes. Okay. Can I see this one? Yes. Yeah. This is a flint. Wow. مرساه بشكل جميل. I don't know how it's in English, but in Polish it's paschaste. Paschaste. Yes. And so after you have it, so what is this going to be used for? Like access, we should have a piece of wood similar like to baseball, yes? Okay. And we make a hole inside. Hole and put it inside? Inside, yes. Then you can cut with it. Yeah. عشان تسوي الفاس. For example, this is another tool made of a stone. Yes. Not a flint. Yes, yes. Just a stone. It's some kind of weapon. Some yes. Kind of axe, yes. Yes. You can hold it, yes? Yes. So this stone doesn't look like this. This was back in the days they used to make it yes. like this. Yes. The then they will use the piece of wood, uh-huh. make a hole, put it inside. So they have to make a hole in the stone. We have some kind of tools. We have a bore machine. Yes. 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 But it's broken now. So they do it the bore. Yes. Like that. Similar. But on the end of this, they put a bone. Yes, yes, yes. And I know what you mean. Should be a circle. Yes. And empty inside. And then they. Wow, like that, for example. Wow, yes. Wow, wow. And about in Polish university, one of the Polish university, they made an experiment. Yes. How long it takes to finish pages. One? And it's about 30 hours. My God. Only 30 hours. أنتم متخيلين هذا الأمر الآن أن نحن نشوف هذه الأدوات في الحروب وفي الأفلام القديمة وخاصة هذول القبائل نقول يا أخي كيف هذه الأسلحة كلها عندهم رغم أنها هي بدائية لكن يا جماعة هذا صخر يعني هذا صخر كيف تنحت في الصخر أكيد قدك يعني أكيد أشهر لا 30 ساعة في طريقة معينة يتم يعني القيام بها من أجل يعني أنك تسوي لك حفرة في الصخرة وتسوي لك الويبن ماي جاد. Thank you very much. Appreciate it. Settlement, defense settlement with the tower mm-hmm. and inside everything take the settlement. It was around 100 houses wow. and each house have around 80 square meters and each house live family between
8 to 12, 14person. The big family, yeah, with the parents, with the old parents, and right, with the children, and yeah, and they built it and they live in this settlement around 100 years. Yeah. لفت انتباهي يعني كبر المنازل في هذا المكان ولفت انتباهي أكثر لما سألت الخبير قلت له يعني معقولة كان عندهم هالعدد من الأبناء 15-20؟ قال نعم يعني تعرف لأن كانوا يموتون كثيرا فكان لابد من الإنجاب يعني بشكل أكثر. سبحان الله نحن متعودين دائما نقول للناس بأن يعني كثرة الإنجاب نوع من العزوة وأن قوة وإلى آخره يعني خاصة عند القبائل العربية. أنا أستمع له وأحس أنه قاعد يتكلم عن القبائل عندنا في الخليج لأن عندنا مسألة أنه والله كثرة الإنجاب في قوة في جاه وما شابه ذلك أو عزوة وأيضا مسألة أنه والله في السابق كان عندنا نحن في منطقة الخليج كان دائما نسمع الكبار السن يقولوا والله أنه ترى كانت في أمطار وكان الجو وايد أبرد وكان في أمطار بشكل يعني أكثر. هذه معلومة بيئية. إذا المعلومة الأولى هي ثقافية أنه والله كثرة الإنجاب لديهم لكثرة الوفيات عندهم. نحن عندنا كثرة الإنجاب لأن فيها جاه وفيها قوة وما شابه ذلك. وأيضا المعلومة البيئية، نحن عندنا في السابق كان في شتاء وكان في أمطار أكثر والآن قلت، وهم العكس كان عندهم صيف وكان عندهم والله حرارة ودفء والآن عندهم الثلوج. معلومات واحد ممكن يستفيد منها ويتعلمها إذا ما تحدث مع الآخر وبدأ يستوعب هذه الجماليات في مسألة التبادل الثقافي مع الآخرين. هذه أحد المنازل اللي طبعاً تم إعادة تعميرها بالطريقة التي يعني يؤمنون فيها هنا في بولندا والجهة المختصة في هذه المنطقة والمتحف الخاص في هذا المكان، أنهم ارتأوا بأن هذه هي أفضل طريقة وأقرب صورة ممكن يقدمونها للناس اليوم أنهم يتعرفون على القبائل اللي كانت عايشة في هذا المكان. طبعاً في علم المتاحف ما شاء الله علم يعني كبير جداً وفي خبراء وناس عندهم كثير من الخبرة الكافية التي تجعلهم أن يقربوا وجهات النظر أو الصور القديمة لوقتنا الحالي وبحيث أن كيف كانت القبائل تعيش كيف كانت منازلهم. لكن الشيء الجميل والمميز هو علم أنك أنت كيف تستطيع ما أقول لك تخمن ولكن أنت تتصور شكل البيت كيف كان. فلما اكتشفوا المكان يعني كانوا محظوظين جدا لأنهم وجدوا بأن القواعد موجودة فإذا المخطط موجود. ليش؟ لأنما يكون عندك القواعد موجودة إذا أنت تعرف المخطط كيف راح يكون شكله. هذا رقم واحد. الأمر الآخر هو الارتفاعات. كيف يعني؟ يعني الارتفاعات اللي يشوفونها في داخل المكان من أعمدة، هذه قواعد خاصة للسقف، الدرج على سبيل المثال عرفوا أن في طابقين. الآن تعالوا شوفوا الموضوع الثالث، وين كانوا ينامون؟ وين كانوا يضعون أشياءهم من مأكولات إلى المواد المنتجات اللي كانت عندهم؟ وبهذا كان يعطيهم انطباع ومعرفة عن الناس اللي كانت تعيش في تلك العصور. فيا جماعة الخير هاي ترى عبارة عن تجارب كثيرة سابقة سبقتنا من شعوب وقبائل قبلنا وأدت إلى عصارة هذه الخبرات اللي اليوم نحن نستفيد من وراها. نحن نظن نحن مش مستفيدين من هذه القبائل وهذه الشعوب، بالعكس نحن مستفيدين كثيرا لأن لو ما هم وصلوا للي وصلوا عليه كنا نحن اليوم قاعدين نبدأ من الصفر. فتعرفوا
يعني ايش اقول، يعني الشغف هذا بالنسبه لي للارشاد السياحي والثقافي، عندما اكون في مكان يحمل ارث تاريخي حقيقي، بعد جميل من التاريخ عن الحضاره والثقافه اللي نزورها ونبي نتعرف عليها، وان يكون في قريه تراثيه حقيقيه، بمعنى انها لم يتم انشائها حتى تخدم غرض معين، وانما يكون نفس المكان اللي كانوا عايشين فيه الناس في هذه المنطقه تم اعاده بناء، او يعني تم انشاء البيوت الخاصه التي تحمل نفس الاشكال القديمه لهذه الحضاره. والناس تزور والناس تتعلم وتتثقف في مكان حقيقي وواقعي. جميل، شغف. إذن كانت هنا قبيلة، قبيلة كبيرة تفرعت لعدة قبائل وأسر، وأصبح لكل أسرة قلاعها وملوكها وشعارها وعلمها. تفرقوا كثيرا ثم عادوا ليتحدوا تحت علم هذه الدولة هنا في بولندا. لنلقاكم إن شاء الله في درب ملهم جديد، ودروبنا في بولندا مستمرة. مع السلامة. جعلت شعوبا لا لتأجيج الخطوب، جعلت قبائل لا لتبرير الحروب، بل للتكامل والتعايش طار سرب حمامنا، حتى يعم سلامنا كل الدروب. لتعارفوا من أجلها جعلت شعوب، فبقربنا تحيا القلوب، ولبعضنا كل يهوب. لتعارفوا فالحب أصل وجودنا، وصت به أدياننا، مهما تباعدنا ستوصلنا الدروب. فتعارفوا.